من يجاورون حقول الذهب الأسود في البصرة حصتهم من؟ لا شيء غير الدخان الناجم عن عمليات حرق الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج فضلا عن حرارته اللاهبة، ما جعل الأهالي هنا يشكون من ارتفاع معدلات التلوث التي نتج عنها أمراض خطيرة بفعل تأثير الهواء الممزوج بالغازات السامة التي يستنشقونها على مدار اليوم. حتى يهانة مرضت تذينة حالانة كلش مات، يعني هسه عند هذا ابن أخوي 5 سنوات لا يمشي ورش، عندي بنت أخوي الثانية 6 أشهر وماتت، قالوها من البيئة حلال لا يعيش عندك، لا بساتين مستفادين معدها عيشة، ورخناكم عندنا هناك مقطرات مال ماي، والله العظيم تموع من الحرارة، تموع هسه تروح هناك دول ايش تموع وطين، لا عش اقول لك اي واحد ما يعيش هناك. ولتزايد الأضرار الناجمة عن عمليات رفع سقف إنتاج النفط والغاز التي لم يرافقها أي إجراءات لمعالجة الملوثات وإزاء خطر ذلك، يطالب نواب برفع قيمة التعويضات الممنوحة إلى البصرة مقايضين النفط هذه المرة مقابل الإعمار. ندعو إلى زيادة الإنتاج، لكنه لابد من زيادة التعويض من أجل البصرة. ندعو إلى أن يكون النفط مقابل الإعمار، لا يمكن أن تبقى البصرة بعد أكثر من 13 سنة بهذا الوضع. ويسجل التلوث الناتج عن أعمال شركات النفط مستويات قياسية ويهدد البيئة برمتها حسب ما تقول الحكومة هنا، والتي اعتبرت استمرار حرق الغاز بمثابة هدر للمال العام، وأن خطة استثمار المحترق منه التي أعلنت عنها وزارة النفط لا تشمل جميع الحقول. شركة شول تستثمر الغاز الموجود في حقلي الزوير والرمال الشمالي وغرب الغنة، بس تبقى عندنا الحقول الأخرى المفروض تكون هناك في الطرق حديثة لاستثمار الغازات المصاحبة اللي تنتج مع الغاز واللي راح تكون أضرارها كبيرة وهدر كبير بالعمال. وتقول وزارة النفط بأن خططها للحد من التلوث واستثمار الغاز تعثرت جراء الأزمة المالية، حيث ركزت جهودها حاليا على زيادة الإنتاج لتوفير العملة الصعبة لتمويل الحرب على داعش. الحال اليوم هو في حال الإنتاج والتصدير وتوفير العملة الصعبة ودخول البلد في حرب، كل هذه تحتاج إلى أموال، وهي الخطط موجودة ومثبتة، مجرد ما تكون هناك توفر التخصيصات المالية سيباشر بعمليات الاستثمار. على الرغم من بعدنا لمسافة بعيدة عن أماكن حرق الغاز، لكن الحرارة تصل إلى هنا، وتخيلوا كيف يعيش الأهالي الذين يجاورون الحقول النفطية وهذه النار تشتعل على مدى 24 ساعة يومياً. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.